انا ليه بقى بخرج من حفره اقف وتخدير، انا ليه بنسأل أسئلة دايما السؤال ده، السؤال ده بنسأله وبنقع برضه. يعني أعتقد إن دي نقطة مهمة جدا، وممكن فعلا يعني لو كل شخص بس خد القرار، حتى إنه حتى من باب التجربة أن يعرف إن هو بالفعل هل في زي ما بنقول تعارض ما بين العقل الواعي واللاواعي، أو ليه حتى بيجذب زي ما حضرتك قلتي نمط معين إن كان من الأشخاص أو حتى من الأحداث أو المواقف اللي بيتعرض ليها في حياته، أعتقد الشخص هيلاقي يعني دي اختلاف كبير جدا في حياته. دي حقيقة. أول حاجة بيسألها لنفسه، هو أنا ليه بيحصل لي كده؟ أنا ليه بقى بخرج من حفرة أقف وتخدير؟ أنا ليه نسأل أسئلة دايما السؤال ده، السؤال ده بنسأله وبنقع برضه وبنقع في حفرة أعمق ونجذب أنماط من الأشكال والشخصيات في حياتنا، هم بأشكال تانية بس المضمون واحد. احنا بنقول حظ، احنا بنختصر بنقول ده حظ، بس هو طبعا هو بالفعل مش حظ اكيد. بالظبط، هو قرار. لما تلاقي نفسك منهج تفكير. بالظبط. امتى؟ لما تلاقي نفسك مش مبسوط، مش مستمتع. الاصل فيك انك انت مستمتع ومؤدي ومنتج وراضي. بالظبط. لما تلاقي ان ده مش موجود، لازم تقعد قاعده كده مع النفس، انا رايح فين؟ طب الموضوع ده بياخد وقت قد ايه دكتور؟ هو التخصص ده احنا ممكن نغير ونبدل خلال 21 يوم. 21 اعتقد 21 يوم يعني مده قصيره جدا. ايوه، الناس بتقول شكله مع افكار صعبه وتقيله محتاجه وقت. شايف العوائق اللي احنا بنقولها؟ بص شايف الكلمات اللي انا بقولها لنفسي؟ اخطر حاجه في انا عملت حاجه سلبيه جدا. بالظبط، عملت حاجه سلبيه. ان هي انا بقول ايه لنفسي؟ فانا مصدقه. ما دام مصدقه، هات الواقع اللي انت مصدقه. يعني التغيير اراده. انا عايز اغير بغير. التغيير قرار. قرار مش اراده. الاراده يعني كبت، انا بكبت حاجه عكس اللي انا عايزاه. لا، التغيير هو الوعي بالمشكله زي ما بيقولوا. الوعي بالمشكله هو نص حل المشكله. بالظبط، وهوصل لحل.